السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد مثل ما عودناكم على طول، كل يوم يكون في فيديو. اليوم من سلسله النوب اللي عملتها باخر فتره، لعبت مع جماعه على العام، فبالجيم انه صار في شويه شوشره، انه هو المحترف هو اقوى واحد لازم اعطيه سكوب، وبنهايه الجيم اتهمني اني بالهكر وما اعرف شلون. فهلا راح اخليكم مع فيديو ومشاهدة ممتعة. إذا كنت أول مرة عم تشاهدني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة والسابقة. وقبل ما نبلش الفيديو راح أحط لكم فيديو قصير للشاب اندم جديد على السكواد مع شباب اللي دخلوا عندي على السكواد من جديد. هو عنده قناة، فراح أحط لكم رابط قناته بصندوق الوصف، وراح أحط لكم مقطع صغير هو عم يحكي معكم وعم يطلب منكم طلب. فبتمنى كل اللي يشوف الفيديو ما يخجلني ويروح يشترك عنده بالقناة ويفعل زر الجرس. هو بينزل شروحات عن بوبجي، عنده مونتاج رهيب. وغير هيك انضم لي على السكواد، هو وشاب تاني انضموا لي على السكواد، فرح ننزل شغلات كتير مع بعض وجيمات حلوة. فروحوا اشتركوا عنده بالقناة وقولكم قول له انه جيش قهرمان وصل، وبتشكركم كتير والسلام عليكم. السلام عليكم شباب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم محمد ابو القناص السوري. يا شباب انا انضميت لسكواد قهرمان، عندي قناة على اليوتيوب راح تلاقوا رابطها بصندوق الوصف. قناتي كانت بس مختصر بمونتاج البوبجي، وهلا راح بلش شروحات نزل قيوم نار مع الاخ قهرمان. وصلنا لألف مشترك بكون ممنوعكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفكم يا ربا؟ يعني ايش عم بالله؟ تلعبونا معكم؟ يلا نلعب تقييم. شباب تابعونا. لا 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 انزل يوم شباب. شباب من وين انتو؟ ام وقت تسمعني؟ من العراق. يا وسهلا اهل العراق. حبيب الله محمد التن. وين السلاح؟ لقيت بادون احمر. تفيدنا هاي؟ نبقى اي منطقة ننزل بيها ما نلقى سلاح، شنو السالفة؟ اوه ايوه اقلب يشدني هاي. يمي 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 تعال يمي. ايه تعال بس اذا توقعونا لا تفنشتونا. لاعب هو هذا هنا. نزل ما نزلت دمك شنو؟ دم غير خفاه. ايه هذا واحد بعته. لا تريد دم فور وين؟ من عنده طلع اخضر. من وين يريد؟ عندي هذا اخضر. اني يا رقم رقم واحد انا بس راح اجيب السياره وتجي.
تعال نروح. ما نروح ليش 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 خلي ينزل ما ربحت على الصديقانة ايضا مش بحد لانك مهم عندي ما الصديق في سيارة هون عند البيت خبر ما ذا بيت فوق دير بارك ما يا محوج لا ما هذا يمين ما هذا المانو ناكس بولو برم اخذت سكوبين ستة قواعد يا طيب تايم فور طرق زين لا 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 يعني خراب عندك لا ايش قد كنت يجون ايه طبعا انا عدد فاضل عام هذا انا فلاح جاس هذاك فلاح هذا يلا والله والله جيم يبقى تدرس قد 17 ان لو تقيم يعني تقيم ما يمشي ها عمد ضرب جات انا اكثر شيء جبت تريك في ضلع فوانا ثلاثة في محمد انزل ننزل حلقة الكعب ما ادري يعني ايش كان هذا هو كذا كذا روح شارك امشي هذا هو شارك يا اما انا هون كانوا قاعدين بس قادر اشتري يعني بس ما في واحد هذا يكون ايه بس هذا بس لا طوطة شو زاطوطة شو زاطوطة رقم واحد ليش مسمي اسم زعطوطة؟ ما بعرف انا ما بعرف العب رفيقي عمل لي ايميل وحط الاسم طين خطيه فرق واحد يعمل جيراننا دوم يسوي له صفحه من قد ما يكتبون اسم غيره من جيراننا ولا شعور اوف 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 ناخذ فوق السياره كمان واحد ما يقرا يمك لو مين يسمونه اسم ليش ما يعرف وكتبوا اسم واحد كاتبين له فاشل زع زع ابو ما ادري شو اسمه والله كفو عبال تبعته بالسيارة يا هرج السيارة لا مات وين مات؟ ما رفقه من السيارة ليكو على اليمين هذا ليكو عنده قدام السيارة قدام السيارة هو هيك طاح شين دمه نقص هلاو تلاعب
هم 24 داخلهم. هذول ليش طلعوا؟ هيون هيون دوما يسمون السوا هذا رقم 2 و 3 ليش طلعوا؟ اسلم ما ادري والله ستي عليهم. يلا تعال نروح على الدائرة هلا بيجينا هذا الزوم الازرق. يعني هذا زعل ولا شو؟ انا هي ما هي خدمه جزء طلعوا ما يلعبوا كله تقييم هذا كمل مهمات رقم 3 كان يحكي عني ما فهمت شو حكى. انا ما فهم لا ما حكى عني كان يقول زغطوطة ما زغطوطة لا خد لا انت كاتب بالضبط زغطوطة شو يعني اخذ 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 اسمك 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 ايه اسمك شو مكتوب شو معنى يعني ياهل يعني صغيره ايوه جاهل ايوه والله ما اعرف واحد سمع لي يا زغطوطة هيك مكانك صديقك ها مكانك بقول لك يعني جديد على اللعبة يعني ورطك أقول لك ورطك هاي سيارة هنيك خلينا ناخذها خلينا ننزل هذا هون عشان ما حدا يقتله وناخذ الثاني سيارة خلينا نهرب لا ابو نبز اي رقم 3 كفو رقم 3 الثانيين رجع رقم 3 توقع بس اخذ منك كيس بي اوم هذا شوي شوي طيب شوي شوي بس من وقتك شوي Form up on me. لا مو يا. بي 25 طلقة. لا ما برمي ولا طلقة. وبيسكم 8. وثمانية وياكم في دو. كم ثمانية؟ تعال خذ الأم بس كم ثمانية كلها موجودة تعال. في الزون يقتني يا هاي جايكم. لو متفيد. طيب بدرب بقى جايك جايك. هذا هذا رقم واحد ضل رقم 15 طلقة منه. لا عليك حطيت طلق حطيت طلق. هاي أم ثانية أم ثانية. أنا معي أم. فيها 15. انا كمان معي هذا الام تعال تعال دوت هذي التلمكيس انا صعبة هلا خلينا نروح اجانا هذا الازرق الازرق كوب الثمانية وين كوب الثمانية وانا جرتني زرق هاك ستة هاك ستة طب اسمعني وين رقم واحد؟ عندي ستة مالك مالك يلا انتم عندي ستة عندي دبولة دبولة اسكم اسمعني يلا رقم واحد لا لا واحد يلا جيتك 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 يلا انا واحد وين هذا محترف؟ ها؟ طيحني يفوز يفوز الزون خلنا نستلم منك رقم واحد بس اسكم اسمعني قناص انا اعطيني انا مع سكوب انا اقوى انت اقوى رقم واحد اعطيه سكوب رقم واحد خليه معك اه طعنة طعنة عادي عادي
اعطيتك يا اعطيتك. لا 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 خلص خلص معي اربعة يلا. فاك هذا الستة ذبيت اصلا ما اريد. لا لا عادي يلا يلا نروح. ما اريد انا ما اريد. لو ما اخذ احتلك. انا دام اسكب ستة لا تريدون انا ما اريد. انا عبي لها بنزين. ما ظل احد جديد. هذا واحد. كفو. لاعب هذا لاعب شو كله يا عبي هذا اسم البياتي ما راح مظل نازل من فوق هذا قد يعمل كان زلمه كويس بالبيت ما خلونا انمي رقم واحد يمكن هكرك ترى رقم مات قران رقم واحد هاك ها مستعد احلف انك هاك رقم واحد لا ولو ما بعرف لعبه كثير يا بشين اللعبه عم لا تقول ما تعرف شنو لعبك مبين هاي لا لا عبال لك الصفحة فيها عامل ليها جديد وما بعرف العب كتير انا حبيبي شنو ما تعرف تكتير عم شوف شوف هاك شوف شوف الاشياء بالقرآن هاك لا لا ما هاك كل عندك كم كل عندك ما عندي كل هنا ما عندك كل صار لك ساعة تكتل بالدنيا هاي يقول ما اعرف شنو الكل كم واحد قاتل هذا من بربك بربك وين شفت ليك عند بالقرآن ها عندي عندي والله لا تجي لي لا تجي لي لاعب ما اعرف العب ما اعرف هو شلون انت عرفت مو هاك وما ادري شنو انت هاك انت ما تعرف تلعب وش لك ما ادري كم سكور يقول يا الله يقول يا الله خالي انا بعد نلعب كلها تمبر كف بعدين مات مات ورب الكعبه هاك يلا روح يا زلمه وباك ماك احنا وياك تقييم تفيدنا انت والله ها تفيدنا بالتقييم تفيدنا بالتقييم تعالوا ويانا خايف هذا احتراف يا ابي كل الباحة لعب كل لعبة والله احتراف والله امي تقول يا الله رمز يا الله تقنى برمز وما ديت نمكر تعال يا باحة لو يا كثير هذا يصفونا سيفر خمس دقائق تعال تعال على اللوبي تعال تعال على اللوبي طب الله هذا هاك يا ابي تعال 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 والله صفر بالكاس كيف حبيبي تعال تعال ليش اتهمتني بالهاك يعني ليش محمد اول مره تلعب اللعبه وتجي 13 ليش اتهمتني بالهاك ليش ترى والله هاك انت عزيزي هاك ليش هاك ليش هاك هذا لا كيف انت هاك كيف كيف لا يا زلمة حظ حظ تجيب 16 كول عادي يا غلط حظ وين مستواك وين مستواك والله اشوف مستواك لا حظ ولا حظ حظ لا تقنعني حظ اي حظ لا تقنعني حظ ولا تقنعني شو اطبق والله 33 ها لا جي
صار لك قد تلعب دوس رادي كباب دوس رادي صار لك كم يوم صار لك كم يوم زعطوه طيب ذاك اليوم صادنا بالتغيير ليك شباب أقول لكم شغلة أنا مو هك أنا يوتيوبر قهرمان كردي إذا سمع فيها أنا هذا حسابي الثاني أنا هذا حسابي الثاني بلعب عليه سلسلة النوب ساوي شنو قناة قهرمان كردي قهرمان كردي قهرمان كردي تركي كردي كردي مو تركي مو تركي كردي كردي لك نجمة أعطيك النجمة أكيد مو هكا لا شوف قناتي وشوفها يلا أعطيك النجمة بس استبعد شوف قناتي وإن شاء الله يكون عجبك اسمك أنت شو اسمك على اليوتيوب قهرمان كردي قهرمان كردي هيك قناتك شو اسمك على اليوتيوب عم بكتب لك هذا اسمي على اليوتيوب طبعا يلا احنا هذا حسابي الثاني انا حسابي الاساسي ليفل هذا الزق ده هذا الزق ده صدق وافق اوكي حبيبي فرصه سعيده وان شاء الله بكره بنزل هذا الزق ده وافق عليه ان شاء الله بكره بنزل الفيديو ما فهمت شو بدك تحكي بدك وافق عليه رقم وافق عليه نلعبوني اوكي حبيبي ان شاء الله ف نزلتك طلبة يلا بعد قفة وافق لك على الطلب لا انت بقناتك انت بصورة بابج على قناتك صورة واحدة صورة بابج على قناتك ايه بس اكتب قهرمان كردي بيطلع لك اكتب قهرمان كردي او اكتب هيك بالانجليزي اي بالانجليزي كتاب اسمك وكتاب انجليزي قهرمان تركي وانجليزي هاي هي كيف تنشر المقطع مو قهرمان تركي كردي 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 كردش يلا ان شاء الله بكره بنزل لكم الفيديو بكره انزل لك الفيديو حموده وفرصه سعيده ولا السلام عليكم لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى الفيديو نال اعجابك فإذا كان الفيديو عجبك فلا تنسى قبل ما تطلع تحط لنا لايك على الفيديو وراح احكي عن سلسلة المتابعين انا عندي الاتلت بلشت بسلسلة النوب وسلسلة مع السكوات تبعي وسلسلة مع شو اسمه مع المتابعين فراح اعمل روم خاص بالديسكورد لسلسلة المتابعين فاللي حابب يلعب معي فراح يكون موجود هنيك بالديسكورد ففيك تتواصل معي نظبط وقت نظبط سكوات سوا يعني نصير اربع اشخاص من انا وار ثلاثة من المتابعين وندخل نلعب جيم ونصور وننزلها على اليوتيوب فما عندي مشكلة بهذا الشيء بلعب معكم بحب اني العب معكم بس كان عندي شوية ظروف بالاولي مدرسة وشغل فهلا حاليا واقف عن شغل ما اعرف اذا امتى راح بلش فهذا الشيء وراح احط لكم الاي دي تبعي فبتمنى ما تقصروا معي من الدجاجات والش اسمه لنرفع الشعبيه شوي لفوق و بس هيك وشكرا لكم والسلام عليكم.